أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، معاكم مستر أيمن حنفي خبير الرياضيات بجريدة الوفد. النهاردة بنقدم لكم مراجعة ليلة الامتحان في مادة التفاضل وحساب المثلثات للقسم الأدبي. ورقة الامتحان هيبقى السؤال الأول اختر، هنشوف فيها اختيارات، هنجرب أنهي الحلول الصحيحة ونحلها ونشوف معاكم. أول فقرة في سؤال اختر بيقول اختر الإجابة الصحيحة في المثلث ألف ب ج، إذا كان ألف شرطة بتساوي ب شرطة بتساوي 8 ومحيط المثلث 26، رسمنا مثلث حطينا ألف شرطة وب شرطة 8 و8، طب المحيط 26 يبقى لسه باقي من ال 26 10، لأن 8 و8 16، يبقى الضلع الثالث اللي هو ج شرطة ب 10. كده أنا معايا ثلاث أضلاع، هو عايز قياس زاوية ج. نطبق قاعدة ج بالتمام، جتا ج بتساوي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص ج شرطة تربيع على 2 أ شرطة ب شرطة. هنعوض بالقيم الموجودة وبالآلة الحاسبة وهنقول يساوي شيفت قوزين ونختار الاختيار المناسب عندنا. الثاني سؤال بيقول نهى س تقول لواحد س تربيع ناقص واحد على س ناقص واحد. طبعا أنا لو عوضت بالواحد دلوقتي هيديني صفر على صفر، كمية غير معينة، فهنضطر نحلل البسط. فرق المربعين س ناقص واحد وس زائد واحد على س ناقص واحد، هنطير قوسين يبقى أن س زائد واحد مع أنها س تقول لواحد، هنعوض بالواحد يبقى الاختيار اتنين الإجابة الصحيحة. بيقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان قياس زاوية أ ب 30 وأ شرطة ب 6، عايز ب شرطة على جابه، أكيد ده قاعدة الجيب اللي هو ب شرطة على جابه هي أ شرطة على جا أ. أ شرطة هو مدهولنا ب 6 وجا أ اللي هي جا 30، يبقى 6 على جا 30 هتطلع ب 12. نختار الاختيار الصحيح في الأقواس اللي هو كلمة الرقم 12. نهى س تقول له 1 س أس 5 ناقص 1 على س ناقص 1، بدأت الأسس في النهايات تزيد فهيبقى التحليل صعب بالنسبة لها، ولو عوضت هيطلع 0 على 0 أيضا، كمية غير معينة، يبقى نستخدم القانون اللي تخصص في المسائل اللي الأسس بتاعتها كبيرة أو أسس كسرية التحليل بيصعب فيها. فهنقول نهى س تقول لواحد س أس 5 ناقص 1 أس 5 على س أس 1 ناقص 1 أس 1، بننزل الأس على الأس تبقى 5 على الواحد، في الواحد في 5 ناقص 1 اللي هي 4، هنضربهم كلهم يطلع بخمسة. نختار الإجابة الصحيحة 5 من بين الأقواس. نهى س تقول لما لا نهاية، نهاية ما لا نهاية بنقسم على أكبر س في المقام، أكبر س في المقام س أس 1 اللي هي بتعادل س تربيع جوه الجذر التربيعي، وكانت تعادل س تكعيب لو كان جذر تكعيبي، يبقى أنا هقسم جوه الجذر التربيعي ده على س تربيع كله، وفي المقام هقسم على س، قسمت فوق على س تربيع أهو في الحل قدامكم، يبقى 4 س تربيع على س تربيع و1 على س تربيع، وفي المقام قسمنا على س، ده اختصرناها بقت 4، و1 على س تربيع بصفر، واختصرنا في المقام س على س بواحد، و2 سالب 2 على س بصفر، يبقى جذر 4 2. نختار الإجابة الصحيحة اللي هي 2. بيقول لي في رقم 6 2 جا أ ب 3 جا ب تساوي 4 جا ج، أوجد أ شرطة إلى ب شرطة إلى ج شرطة. أ شرطة إلى ب شرطة إلى ج شرطة هي النسب بين الأضلاع وتكافئ النسب بين الزوايا بين ساين الزوايا، يعني أ شرطة إلى ب شرطة إلى ج شرطة تساوي جا إلى جا إلى جا. كويس خالص، أنا 2 جا و3 بتساوي 3 جا بتساوي 4 جا، 2 و3 و4 مش هي دي النسب بين ساين الزوايا، ولكن هندور على رقم، نختار رقم يقبل اسم على 2 و3 و4 زي ال 12، ولو انت مش عارف تجيبه ممكن تضرب 2 في 3 في 4 ب 24 واقسم كل المسألة على 24، برضو الناتج النهائي يبقى صحيح. قسمنا كله على 12، قسمنا 2 مع ال 12 وال 3 مع ال 12 و 4 على 12 ادتني 6 4 3، اذا جاء الى جاء الى جاء 6 الى 4 الى 3. بيقول أ ب ج ده المتوازي أضلاع، فيه أ ب بسبعة وأ ج اللي هو القطر وب د يصنعان زاويتين
65 و28 مع الضلع ألف ب. طبعا احنا وجدنا مثلث كده اللي هو ألف ب ميم في زاويتين وضلع، يبقى اكيد قاعدة الجيب. هنجيب الزاوية الثالثة 65 و28 هنجمعهم ونطرحهم من 180 ادتني 87 اللي هي زاوية ألف ميم ب. هنشتغل على المثلث ده، هيبقى ب شرط على جا 28 والسبعة على جا 87 وألف شرطة على جا 65. هقدر أجيب ب شرطة وألف شرطة، ب شرطة جا 7 جا 28 على جا 87 و7 جا 65 على جا 87 طرفين في وسطين كده، جبت نصف القطرة ونصف القطرة بتاع متوازية الأضلاع. أضربهم في 2 أقدر أجيب القطرين كاملين، ولو عايز مساحة المتوازي أجيب مساحة المثلث الصغير واضرب الإجابة في 4. كمان هنشوف مسألة تانية بيقول ألف ب ج مثلث قياس زاوية ب ب 35 وزاوية ج ب 70 ونقب 16، احسب المساحة. عشان احسب المساحة لازم أجيب ضلعين في المثلث. طبقت قاعدة الجيب لوجود زاويتين ونق، ألف شرطة على جا 75 ب شرطة على جا 35 ج شرطة على جا 70 بتساوي 2 نق يعني 32، 2 من 16 دي، وطرفين في وسطين هيجيب لي الثلاث أضلاع زي ما أنتم شايفين. أقدر أستخدم مساحة المثلث نص حاصل ضرب أي ضلعين في جا الزاوية المحصورة. بيقول لي ألف ب ج مثلث جتا ألف في المسألة الجديدة بتساوي 2 على 5، ومديني ب شرطة وج شرطة واثبت المثلث متساوي الساقين. كده هو مديني ضلعين وزاوية محصورة. أقدر أطبق قاعدة جيب التمام اللي هي الضلعين وزاوية محصورة، ألف شرطة تربيع الضلع اللي ناقص في المثلث ب شرطة تربيع زائد ج شرطة تربيع ناقص 2 ضربهم جتا الزاوية بينهم، عوضت بالقيم الموجودة قدامي طلع الضلع التالت ب 2.5، إذا هو مثلث متساوي الساقين. نشوف نهايات، نهى س تقول له 1 قوس س ناقص 2 الكل أس 4 ماينس 1 على س ماينس 1. طيب كويس، أنا دلوقتي معايا القوس أس 4 فأطبق القانون أفضل من التحليل، إنه أسهل. س ناقص 2 ديت ممكن نضعها مكان س ونعوض بالواحد، 1 ناقص 2 سالب 1 نحطها مكان الواحد، والقوس زي ما هو والسالب زي ما هي، وافتح قوس بدل الواحد احط السالب 1 في القوس نفس الاس اللي على القوس اس 4، واعمل كوبي للبسط في المقام بدون اسس، هي تبقى اس 1، ونقسم الاس على الاس والسالب 1 في سالب 1 ونطرح الاس من الاس واجيب الناتج بالاله. كمان ممكن نشوف نهاية بالتحليل زي دي، نهاية س تقول له 1، أنا لو عوضت برضه هيطلع صفر على صفر كمية غير معينة. هحلل البسط تحليله سهل، مقدار ثلاثي س في س و6 في 1 موجب سالب، والمقام فرق مربعين. هنطير القوسين اللي هو العامل الصفري اللي هو س ناقص 1، الباقي هنعوض عن الس ب1 تبقى 7 على الاثنين. النهاية اللي جاية ديت نهاية س تقول له 1، 1 على س زائد 3. عايزين دايما نفتكر ان احنا نعوض بالقيمة الاول، 1 على 1 فيها الواحد زائد 3 تدي 4، خلاص يبقى ان ايه المسألة لها نهاية والنهاية ب4. نهى س السؤال اللي جاي يقول للثلاثة جذر س زائد 1 ناقص 2 على س ناقص 3، انا لو عوضت بالثلاثة هتديني 0 على 0، خلاص مفيش تحليل، انما انا هضرب في المرافق عشان ده جذر تربيعي. ضربت في المرافق اللي هو عكس اشارة ما بين الجذر والحد المطلق اللي هي موجب 2 وموجب 2، جذر س زائد 1 زائد 2 بسطا ومقاما. لو شفنا البسط الجذر في الجذر يعطي ما تحت الجذر، وسالب 2 في 2 بسالب 4، اما المقام والجذر اللي في المقام مش شبه بعض ينزلوا متقوسين. اجمع البسط 1 ناقص 4 سالب 3، ممكن اطيره مع المقام س ناقص 3، يبقى في البسط 1 على المقام جذر س زائد 1 زائد 2، هعوض بالثلاثة، 3 و1 4 جذرها 2، و2 تبقى 4 في المقام تبقى ربع. نهاية الملا نهاية. هنقسم على أكبر س في المقام وهي س أس 4 بسطا ومقاما.
هقسم 5 س اس 4 على س اس 4، 3 س تربيع على س اس 4 ناقص 6 على س اس 4، والمقام 3 س على س اس 4 وس اس 4 على س اس 4. هنختصر دي خالص، هيبقى فيها الخمسة، اما دي 3 على س تربيع ناقص 6 على س اس 4 و3 على س تكعيب زائد 1 هيدينا 5 على 1. ناقص س تقول لي 2، 2 س تربيع ناقص 8 على س ناقص 2. بالتحليل هناخد 2 عام مشترك، يبقى س تربيع ناقص 4 نحللها فرق مربعين على س ناقص 2، بالاختصار هنعوض في الباقي هيدينا 8. بكده قدمنا جزء من المراجعة، ممكن تزوروا الموقع على الفيديو وتشوفوا اللينك تحت الفيديو تتفرجوا على المذكرة كاملة بتاع المراجعة، وإن شاء الله نشوفكم في الترم القادم بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.